طبعا مساء الخير، مساء الخير، معكم سيد اسماعيل بهبهاني، مساعد مدير متحف العلوم العربية الإسلامية في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي. طبعا اليوم يسعدني أن راح يكون موضوع حديثنا عن الموسيقار الكبير بليغ حمدي. عندي نبذة عنه، هو ابن النيل، هو أمل مصر في الموسيقى أو لحن الشجن، الألقاب مختلفة ولكن الفنان واحد، الموسيقار بليغ حمدي، أحد أهم وألمع أعمدة الفن، أهدى خزانة الموسيقى العربية باقة من أجمل الأعمال الموسيقية والأغنيات التي لا زالت في أذهاننا منذ أكثر من 50 عام. ولد بليغ حمدي في يوم 7 أكتوبر عام 1931 في حي شبرا في القاهرة، وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول. بدأ بليغ حمدي يعشق الموسيقى منذ الطفولة، وبدأ العزف على العود وأتقنه وهو بعمر 9. تم قبوله في الإذاعة كمطرب وليس ملحن أول شيء، وأصبح مطرب لفترة من الزمن. ومن أعماله كمطرب مقدمة برنامج ساعة لقلبك وأغنية يا ليل العاشقين، ولكن كان التلحين وموهبة التأليف شغل بليغ الشاغل، فبدأ أول أعماله بتلحين أغنية ليه لأ لفايدة كامل التي لاقت استحسان الجمهور، ومنها انطلق إلى عالم النغم. وكانت نقطة التحول في حياته هو العمل العبقري تخونو الذي جمعه لأول مرة مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية عام 57، التي كان سبب مهم في نجاح الفيلم. وجمعتهم بعدها أعمال خالدة من أغاني كلاسيكية طويلة وأغاني شعبية ووطنية من أروع ما يكون، منها سواح وزي الهوى وعلى حسب وداد قلبي وحاول تفتكرني وأي دمعة حزني لا ومداح القمر وموعود. وكان لقاؤه بقمة الغناء العربي أم كلثوم عن طريق المطرب محمد فوزي، الذي أخذ بليغ وقال للسيدة أم كلثوم: هذا الملحن ستغني له مصر 50 سنة القادمة. وكانت البداية أغنية حبي إيه التي صدرت موسم 1960 وعمر بليغ حين أقل من 30 عاما، ونجحت نجاح منقطع النظير. وبعدها بدأت سلسلة جواهر من الأعمال الخالدة: بعيد عنك وألف ليلة وليلة وأنساك ذا كلام وسيرة الحب وفات الميعاد، وآخر ما غنت أم كلثوم في حياتها حكم علينا الهوى. تزوج بليغ حمدي من الفنانة كذلك وردة الجزائرية بعد قصة حب طويلة ورسائل لها في أغنياته حتى مع أم كلثوم، يعني كان يرسل رسائل حب إلى وردة عن طريق أم كلثوم، يعني شيء كبير حقيقة. وكان الزواج عام 1973، وقدم لها كذلك أعمال جميلة منها خليك هنا والعيون السود واسمعوني وأخيرا بودعك التي كانت بعد انفصالها. بصراحة الواحد ينبهر لما يقرأ هذا السجل المدهج من الأغاني الخالدة اللي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الموسيقى العربية. ومعانا ليقدم هذا الحديث الأستاذ تامر حمدي، وهو ابن أخ الموسيقار وحافظ ومهتم في تراثه، والكاتبة الأستاذة منى بكري صاحبة رواية رسالة على نوتة موسيقية. أستاذ تامر، أنا يسعدني حضورك اليوم ونتشرف فيك الحقيقة في وجودك، وتفضل عطنا نبذة عن عمك اللي هو يعني اسمه في الموسيقى العربية يعني لا يعدله، يعني حقيقة اسم. تفضل أستاذ تامر. يا أهلا وسهلا، يا أهلا بكل الحاضرين. وكمقدمة بحب يعني أشكر إن الفرصة دي أتيحت، وأشكر المركز الثقافي مركز عبد الله السالم، وأشكر حضرتك وأشكر أستاذ محمد على يعني إن نقدر نعمل هذا اللقاء يعني، وأتمنى يكون مفيد وجميل يعني. في الحقيقة يعني زي ما حضرتك تفضلت بالمقدمة الجميلة دي واللي فيها معلومات ثرية ومفيدة جدا لتعريف شخصية بليغ، أنا حابب أبدأ بجزئية كده بموقف شخصي حصل لي أنا في بداية التسعينات، يمكن 92 93 أو حاجة من هذا القبيل. قررت إن أنا أعمل ويب سايت لعمي بليغ، فروحت حجزت الدومين بليغحمدي.com وابتديت أشتغل على، كان يعني مجهود يعني
بس طبعا الواحد لما بيعمل حاجه وهو بيحبها بتبقى لذيذه يعني. فابتديت اسكان النوت، والنوت تطلع اكبر من السكانر، فتعلمت الفوتوشوب يعني، قعدت العب في الموضوع ده واعمل فيه. وكان بدايه الحاجات اللي ظهرت على النت، نقلت حبه شرايط كاسيت لديجيتال وكده. بس كان مستوقفني في الحقيقه بجانب الديزاين وكل حاجه، الجمله اللي المفروض احطها مع الويب سايت. فحقيقي قعدت افكر ايه هي الجمله اللي ممكن حقيقي تكون بتعبر عن بليغ حمدي في جمله. فيعني بعد رايح جاي رايح جاي، استحضرتني كلمه: الرجل الذي احبته الموسيقى. يعني انا في اعتقادي ان بليغ حمدي حبته الموسيقى. احنا كلنا بنحب الموسيقى، بس الموسيقى هي حبت بليغ. ولما حبت بليغ، الموسيقى قدرت انها زي ما تقول كده بتفتح لها الكنوز، فتحت له الكنوز. وهو كتلميذ مجتهد ونجيب قدر انه بالطريقه دي يقدر يعمل الالحان والحاجات اللي لسه باقيه معانا لحد دلوقتي. ولما حضرتك اتكلمت في البدايه على فكره ان هو مولود في شبرا، ففي الحقيقه شبرا دي يعني تعتبر للي مش ملم باحياء القاهره، فهي مدينه في القاهره، وتعتبر مدينه للأبر ميدل كلاس، اللي هو المستوى الاعلى من المتوسط في جمهوريه مصر العربيه. وفي الزمن الثلاثينات ده كان في فكره الهويه، وفكره ان في احتلال انجليزي، وفكره ان دول الطبقه اللي هي العمود الفقري للدوله، واللي بتحكم في الهويه والموضوع ده. وحتى هنلاقي ان جدي الله يرحمه، يعني الله يرحم الجميع، وبرضه الالقاب هقول الاسماء من غير استاذ وكده، ان عمي الكبير اسمه سعد، وده على اسم سعد زغلول، وعمتي الكبيرة اسمها صفية على أخت صفية زغلول. ففي البعد الوطني موجود من الطفولة. وكمان المميز لشبرا إنها كوزموبوليتن. كوزموبوليتن يعني كان في الزمن ده هتلاقي فيه اليونانيين، هتلاقي فيه الطلاينة، هتلاقي فيه اليهود، المسيحيين، وكلهم في الحقيقة عايشين في سلام وتناغم جميل جدا. فالخلاط الثقافي ده بيطلع ناس عندها أبعاد مختلفة من الثقافة ومن الحضارات. يعني مثلا شبرا دي مثلا على سبيل المثال، نجيب الريحاني من شبرا، داليدا من شبرا، منير مراد من شبرا، ليلى مراد من شبرا، صلاح جاهين من شبرا، والاسماء كتير جدا جدا، وبليغ من شبرا. فاللي اقصده ان شبرا في حد ذاتها دي جزء لا يتجزأ من كينونه بليغ اللي بعد كده هتتفجر وتعبر عن حاجات كتيره قوي. بليغ يعني انه يعني من عنده تعدد جامد جدا في الالحان. يعني هو مثلا المسجل في جمعيه الملحنين والمؤلفين اللي هي في القاهره حوالي 1475 لحن، ده مسجل. ده طبعا غير الالحان اللي هي غير مسجله او اتغنت في اماكن مختلفه او ما سجلتش في. ففي يعني يقال ان بليغ كسر ال 2000 لحن، عامل 18 مسلسل، 18 فيلم موسيقى تصويرية، عامل حوالي 30 مسلسل إذاعي، مسلسلات تلفزيونية. يعني اللي أقصده إن بليغ في مجال التلحين وفي المجال ده ما سابش أي حاجة إلا ما تطرق ليها، بجانب طبعا المسرح الغنائي، وهو كان بيحب جدا المسرح الغنائي وعمل مسرحيات غنائية. وكان حلمه حتى يعني قبل ما يموت إن هو يعمل عمل بيجسد الشخصيه التاريخيه العظيمه اخناتون، وعلى علاقته بالملحمه، يعني الملحمه الاخناتونيه. بجانب ده هنلاقي ان بليغ الصوت واضح ولا واضح؟ واضح الصوت؟ واضح واضح استاذ، واضح جدا. اللي بيميز بليغ برضو في اعتقادي ان بليغ طبعا بليغ لحن لناس كتيرة جدا متعددة ومختلفة، يعني من السيدة أم كلثوم لحد ما بيروح للشعبيات، لحد ما بيروح لأغاني الأطفال، لحد ما بيروح للأغاني الدينية. بس في سمة يعني دايما الناس وصلت لبليغ بالعكس، إنها مثلا يبقى في أغنية بتحبها، فبالصدفه تكتشف ان هي، لان دايما الملحن هو في الباك ستيج مش في الفرونت ستيج، دايما المغني هو اللي عليه السبوت لايت.
فبعد كده لو حد حب لحن معين ممكن يبتدي يتبحر ويشوف ده تأليف مين او الحان مين. فهنلاقي ان الناس وصلت لرحله بليغ من خلال ان اللحن ده عجبه لمثلا لورده، مين اللي عامله بليغ؟ اللحن ده عمله عجبه لمحمد رشدي، مين اللي عامله بليغ؟ اللحن ده لشاديه، مين اللي عامله بليغ؟ فابتدت الناس تحس ان بليغ عنصر مشترك في هذه الالحان، فابتدوا ياخدوا سكه بليغ ويدوروا على مزيكة بليغ موازية وحقيقة بليغ يعني كتير قوي يعني عمل نقلات في حياة فنانين كتيرة جدا، وكان يعني الرزق طبعا بتاع ربنا، بس كانت في بعض الألحان اللي بليغ عملها لبعض المطربين باب رزق مهم جدا ليهم ولي يعني. وحتى لو خدنا السيدة أم كلثوم تحديدا، يعني عبد بليغ لما لحن لأم كلثوم كانت السيدة أم كلثوم ومعرفة بالألف واللام، يعني كانت هرم رابع، وبليغ لسه زي ما حضرتك ذكرت ما كملش الـ30، فبالتالي كان حلم يعني هي سهلت له جدا في سبيل في المجال بتاعه. ولكن لو بعد احنا بنتكلم دلوقتي 60 سنة 50 سنة على بعض الألحان، هنلاقي إن بليغ رد الجميل أو رهان أم كلثوم على بليغ كان رهان في محله، لأن زي ما أم كلثوم إدت الدفعة دي لهذا الشاب، ففي نفس الوقت بليغ بشبابه وبروحه إدى رئة جديدة لألحان وأغاني أم كلثوم. وهنلاقي مثلا ان لو قلنا دلوقتي ان في 10 اغاني في جمعيه الملحنين، ودي ارقام بتتكلم مش راي، يعني ان من اكتر 10 الحان للسيده ام كلثوم بتجيب ايراد يعني اداء علني، معنى كده انها اكتر اغاني بتنشر وبتذاع في الاذاعات وفي الحاجات دي، هنلاقي ان حوالي 5 من 10 البليغ، يعني بليغ لوحده في التوب 10، 50% of the top 10. فأعتقد أن السيدة أم كلثوم بالفكرة دي قدرت تكسب الرهان، وكانت شايفة أن مع التغيرات اللي حصلت 52 حصلت تغيرات قوية جدا عارفينها، اللي هي من الملكية للجمهورية، ابتدى يبقى فيه جيل جديد طالع، ابتدى يبقى فيه، فكان عندها برضو هي سيدة عظيمة وذكية وسباقة أن لازم تراهن على الجديد، لازم تراهن على الاستمرارية، وده اداها ده وباين دلوقتي في الـ يعني زي ما ذكرت بخصوص مثلا الالحان اللي موجوده في جمعيه الملحنين والموسيقيين. بالنسبه لبليغ يعني من احتكاكي بيه كان دايما حبيبي لما يجي يذكر عمل ما كانش بيقول عندي اغنيه جديده، كان بيقول عندي فكره جديده. وفي الحقيقه هو دايما كان بيتكلم على الفكره، أو يعني لو أقدر أستعير اسم إنجليزي عشان يمكن الاسم العربي concept. الكونسبت هي حاجة مش بس هي حدوتة كبيرة، موضوع كبير، مش مجرد لحن هلحنه حلو والناس تسمعه وتغنيه، هو لحن ليه علاقة باللي سبق، ليه علاقة ما سيأتي، ليه علاقة بكينونة المغني، ليه علاقة بالزمن اللي احنا بنتكلم فيه، ليه علاقة بالأواضي نقشت أو لم تناقش من قبل ألخ. ومثال مثلا على ذلك، حدي مثال مثلا على الفنانة الجميلة عفاف راضي، يعني الفكرة بتاعت عفاف راضي مع بليغ حمدي هي فكرة مبنية على كونسبت، مش مجرد فكرة يلا نجرب مش عارف ايه. هو يعني لما تطرقنا للفكرة دي قال لي ان الجمهور المصري او العربي بصفة عامة مش بيستصيغ، لان احنا ما عندناش في تراثنا الثقافي الصوت الاوبرالي، ودنا مش قادرة بتقف في حته معينه، بعد كده عندنا يقول لك دي بتسرسع، يعني انت لما تسمع اي حد مثلا من يقول لك ايه ده الست بتسرسع، رغم ان هي نوع معين من الغنى، بس احنا كودننا مش واخده عليه. فهو حاول يعمل المعادله دي، يعني حاول ياخد الصوت الاوبرالي اللي من الكونسرفاتوار، بس لما جه قدمه بعبقريه من وجهه نظري جميله جدا، جاب الصوت ده مع ارتام شعبي صميمة هوية جدا مع كلام، يعني أول أغنية مثلا ردوا السلام، فتلاقي مثلا كان سيد مرسي المؤلف يقول لك ألا السلام غالي، ألا دي كلمة بتتقال في لوكال اسكندرية، من فقدر يعمل المعادلة. يا بابور الساعة 12، بابور الساعة 12 ده القطر، قطر الصعيد، لأن الصعيد
محافظه بعيده جدا، فكانت الناس بتركبه الساعه 12 عشان تقدر توصل. فابتدى ياخد هذا الصوت الاوبرالي الغربي مع المواضيع والتفعيلات والارتام والالات المصريه الصميمه، ويقدم فورميلا جديده في اعتقادي. يعني عفاف راضي قدرت مع بليغ، مع المؤلفين المتعددين، يعني يفرض نوع جديد ككونسبت، كفكره جديده للموسيقى، اضافه للموسيقى. مثال تاني على ده بيستحضرني، يعني موسيقى فيلم شيء من الخوف. في الحقيقه يعني انا شايف ان دي محطه ملحميه مهمه جدا في الموسيقى التصويريه، وهو في الحقيقه اشتغل مع المخرج حسين كمال، عملوا يعني اعمال كتيره قوي واعمال كتيره ناجحه. عملوا احنا بتوع الاتوبيس، عملوا مولد يا دنيا، عملوا شيء من الخوف، حتى المسرحيه رايا وسكينه كانت برضو من اخراج حسين كمال. وكمان في ابي فوق الشجره، الاغنيه الشهيره بتاعت بليغ، لابني لك قصر عالي واطلع لك في العلالي بتاعت عبد الحليم، كانت من الاغاني قوية جدا في الفيلم. ولكن هنرجع لفكرة الشيء من الخوف. شيء من الخوف في الحقيقة المزيكا اللي عملها بليغ مش شكل أي حاجة قبل ولا شكل أي حاجة بعد. يعني القصة بتدور في 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 قرية في الصعيد الدهشنة، وفي قهر وفي وفي وفي، وبليغ بقى استخدامه طبعا مع الأبنودي كتب كلام عظيم يعني لازم يذكر في هذه العمل يعني. ولكن بليغ استخدم، يعني هتلاقي حضرتك الآلات اللي مستخدمها، الربابات، التفعيلات بتاعت المزيكا، الأرتام، بداية التتر بيقول كل اللي هيحصل في الفيلم، وده كانت حاجة جديدة. البنت مدهشنا واسمها فؤادة ومش عارف ايه يا سادة، الولد ابن كذا، يعني حقيقي. ويستخدم يعني الهمز مثلا، اللي هي الستايل بتاع الهمز اللي من غير مزيكا، لما شادية تبتدي تعمل تارارارارار من غير اي موسيقى. طبعا تخيل ده مثلا 61 حاجة و60، والناس داخلة السينما ومفيش انترنت ومفيش اوبا، تلاقي العمل ده الملحمي ده ببليغ مقدم حاجة بره الصندوق ما حصلتش قبل كده. يعني كان دايما عندنا الاندريا رايدر وعندنا عظام جدا، بس الكمانجات اياها مع التوزيع الغربي اياه، ولكن ده حاجة في الصعيد، يبقى حاجة في الصعيد، يبقى ربابات، يبقى ارتام، الارتام الملفوفه بتاعت البتاعه، الملحميات دي يعني. فده اللي اقصده بفكره، يعني نرجع ليه ان بليغ ما كانش مجرد بيلحن لحن، يعني بالذات في الحاجات اللي كانت بتستوقفه، هو كان بيفكر في فكره جديده، كونسبت جديد. وده اعتقد يعني لو قدرت اقدم امثله متعدده وكثيره في الحاجات الشعبيات، في مثلا عبد الحليم لما لقى ان رشدي مكسر الدنيا بعدويه وعلى الرمله وطاير يا هوا، فعبد الحليم كان لسه في الرومانسي يعني. فاللي اقصده ان بليغ كان يعني في الحقيقه، دي هتستوقفني يمكن اكون بشت ما بين المواضيع يعني، بس يعني احنا بنستصر بنتكلم مع بعض، ان في اتهام يعني ان بيقولوا ان بليغ كان انسان بوهيمي، وده اتهام يعني بيتقال كتير ان بليغ كان انسان بوهيمي. في الحقيقه بوهيمي فيما يخص الحياه، فيما يخص المواعيد، فيما يخص المناسبات، فيما يخص ان هو مش حاطط الجورنان تحت باطه والبطيخه تحت باطه ورايح يعمل زياره بعلبه الجاتوه. ولكن انا عمري ما شفت حد ملتزم ومخلص وبيدي قدسيه، وانا اعني ما اقوله يعني، لما كان يجي يلحن ممكن يجي الهاتف في اي وقت يكتبه بتاع، بس لما كان يجي يلحن كان دايما عنده طقوس، يدخل الاوضه ياخد الدش بتاعه، يلبس اللبس مثلا جلابيه كده، بيحب الجلابيات اللي من المغرب كده، الاقلام الرصاص المبريه، ويقعد يشتغل ممكن بالست ثمان ساعات. التهذيب بقى بتاع المزيكا، التهذيب بتاع المزيكا محتاج لوجيك، محتاج ان حد يحط يكتب النوته، وهو كان من الناس اللي بيكتبوا النوته، فكان مخلص جدا 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 في شغله. وده اكيد باين، لان لو بليغ حمدي مثلا مات حاجه و60 61 62، وفي الزمن ده يمكن 40 سنه من العطاء عمل هذه الالحان بالكم والكيف، فده انسان يعني يا ريت لو البوهيميه دي في شغلنا تدينا النجاح ده، فدي حاجه يعني انا دايما احب اعلق على الملحوظه دي، لان فعلا بليغ في حياته حب الموسيقى ثم الموسيقى ثم الموسيقى، بلده، امه،
وورده والدنيا. بس كانت طبعا بما ان الانسان بيبقى سنجل مايندد ومركز في حاجه تركيز قوي جدا، فبالتالي الخمسه يعني مدي 95% للموسيقى و5% تخيل للكوكب بقى ال 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 فبالتالي طبعا كان في حاجات كتير قوي بتقع، وده بالتالي احنا استفدنا انه يعني لما يقعد ما يروحش مثلا حفله يقعد لا يعمل لحن جميل، فاعتقد ده كان مفيد يعني للكوكب يعني. أنا مش عارف أستمر في الكلام ولا حد يسألني سؤال ولا لا لا، احنا سعيدين جدا في كلامك. انا اتفضل للجمهور اي حد عنده سؤال يقدر يكتبه تحت بالشات، واذا تبي حاليا فقره كذا سؤال، اذا تبي فقره اسئله نقدر نسال كذا سؤال، يكتبوا لي بالشات او يرفعون اياديهم، انا اختار السؤال. وبعدها ان شاء الله انت وعدتني تتكلم على حب بليغ حمدي الخاص للكويت وزياراته للكويت، ف حقيقي فخلنا ناخذ كذا سؤال حاليا على ما يسالون. انا عندي سؤال، عندي سؤالين بالذات. لقاء مع ام كلثوم كان يعتبر نوع من المغامره لكوكب الشرق، يعني هل كان لقاء معها مدروس أو نوع من المغامرة؟ هل كان الناس تستغرب أن اسم للحين ما عنده ذاك السجل الكبير تتعامل مع أم كلثوم؟ هذا سؤال الأول. وسؤال الثاني عن طقوسة في التلحين، أنت يمكن شاهدت بعض طقوسة أو كيف يأتي له، أنت سميته الهاتف، فلو توسع على هالنقطة. هذه السؤالين، ومرة ثانية أسأل الجمهور اللي عنده سؤال يقدر يكتبه بالشات أو يرفع إيده، وناخذ فقرة 5 دقائق أسئلة وبعدين يقدر يكمل الأستاذ. تفضل. في الحقيقة فيما يخص أم كلثوم، في ضلع مهم جدا في المعادلة لازم يذكر وياخد حقه، محمد فوزي. ومحمد فوزي ما كانش مجرد، من وجهة نظري ما كانش مجرد ملحن أو مغني أو حتى ممثل، محمد فوزي هو مؤسسة. يعني محمد فوزي كان راجل فيجنري، عمل أول شركة لإنتاج الأسطوانات في الشرق الأوسط، وده كان برضو مهم جدا لأن كان في احتكار للإنتاج الغنائي، وكان مهم جدا أن تقدر يبقى في إنتاج مصري علشان الناس تقدر تغني اللي هي عايزاه، ما يبقاش في رقابة على ما يطرح في البيت. ومحمد فوزي بثقله ده هو اللي مهد الطريق. يعني اكيد كبروديوسر في الاخر هو برضو عايز يستثمر، فمش حي مش حي هو اللي هينتج الاسطوانه في الاخر، فده اعتقد سهل هو اللي عمل اللقاء. والفرشه اللي عملها محمد فوزي لام كلثوم دي بالتاكيد سهلت الطريق. ولكن طبعا كان في مجازفه في اعتقادي، لان احنا بنتكلم في جيلين بيقابلوا بعض، مهم الجيلين يقابلوا بعض، بس ازاي يقابلوا بعض ويبقى في الهارموني ما بين الجيلين، مش واحد واخد واحد كلاسيكي رايح يبقى ميتو او تقليد لما حدث، او يروح في حته. وبليغ في اول كام لحن يعني حب ايه وانساك، وكان عامل البالانس ده، عامل المعادله دي. بعد كده طبعا جري بألف ليله وليله وسيره الحب، وراح بقى يعني بليغ قدر ينال الثقه من السيده ام كلثوم انها تسيب له نفسها شويه وياخدها في المنطقه دي. كان ايه السؤال الثاني حضرتك؟ عن طقوسه في التلحين. عن الطقوس للتلحين، هو يعني في احيان كتير زي ما ذكرنا ان المزيكا ندهاه، يعني هو المزيكا الخط الاساسي خط مزيكا. فمثلا نبقى قاعدين مع بعض يبقى حاضرني مثلا طبعا في باله حاجه كده، فعلى كتفي كده يكون بيدندن، يعني في بيت ما بيت ما بيت ما، بعدين مره واحده يروح جاي قايم، يعني قايم كده، هو عنده خطوات قصيره وسريعه كده، وداخل يبتدي يدون ويكتب الهاتف ده. ممكن يجي له بقى يكتبه في حاجات بتبقى مكتوبه مثلا على ورقه، على ورقه فندق، على ظهر علبه كبريت، على الاقل ايه بيكتب لو ما فيش الاله الموسيقيه اللي من خلالها يقدر يطلع الموجود في هذه اللحظه، لان ساعات ممكن تبقى سايق مثلا فتركن على جنب وتكتب مثلا، تروح جاي مدونها. فدي كانت
بتجيله في الحقيقة في أي وقت وملهاش وقت يعني. ولكن بعد كده بتيجي مرحلة التهذيب، التحذيب بقى اللي هو المقام هوصل ازاي، اللحن يركب، دي مرحلة يعني فيري معقدة جدا ومهمة جدا، انه يحول بقى كل هذه الارهاصات والحاجات اللي جات له الى عمل متكامل يقدر بقى بعد كده يقدمه مثلا للفرقة. ان مثلا وهو كان بيوزع يعني، طبعا اتوزع له حاجات كتيره من علي اسماعيل ومن ميشيل ومن اندريا وكل الناس وزعوا له، بس في بعض الالحان هو شخصيا اللي كان بيوزعها. والتوزيع ده برضو عمليه على فكره معقده جدا، ويعني ان يكتب بقى النوت هنا والكونتر بوينت والكمانجات تعمل ايه فكان يعني المزيكا في حقيقه كانت واخده كل حياته. انا بس حابب قبل ما اتطرق للجزئيه بتاعت الكويت لو ممكن ندخل الاستاذه منى، بعدين انا ارجع تاني اتكلم يعني. نقدر، انا بستاذن حضرتك ان نقدر نعمل كده ولا إيه؟ انا بروح للاستاذه منى، وفي كذا سؤال عن علاقه وليد بليغ في ورده راح ناجلهم للاستاذه منى. بس قبل لا ننتقل للاستاذه منى، عندي سؤال عن الموسيقيين اللي تاثر فيهم بليغ حمدي ومحاولاته مع الالات، بالآلات الموسيقية والقطع الموسيقية. هو عنده يعني محاولات يعني فيها نوع من الراديكالية في إدخال بعض الآلات مثل الربابة ومثل هذا. فلو تكلم عن الفنانين اللي تأثر فيهم أول شيء، بعدين ننتقل لأستاذة منى. أوكي، أنا بس قبل ما أدخل في النقطة دي حابب أقول فلسفة بليغ في الموسيقى. وفي الحقيقة بليغ عنده جملة كده بسيطة بتقول الغنى للغنى، الغنى للغنى. يعني ايه الغنى للغنى؟ يعني الغنى اللي بيتغنى بيتعمل عشان الناس تغنيه، مش بس المطرب يغنيه او المطربه يغنوا. فهو في باله ان الفكره دي، ان زي ما في مثقفين وناس مهمين في الموسيقى، في ناس بسيطه بتحب الموسيقى ومن حقها ان تتشبع وتاخد الدوز. انا في اعتقادي ان كل ما يعني في التنس مثلا يقول لك الكور السهله اصعب كور تلعبها، لان هي من كتر سهولتها بتبقى مش عارف تلعبها على اليمين ولا الشمال، فبالاخر بتروح جاي غلطان وضربها في الشبكه. فعبقريه البساطه دي هي العبقريه في انواع كتيره جدا من الفن، فيها صدق، عبقريه، وتقدر توصل للوجدان وللناس، للشريحه كتيره قوي من الجمهور. فالغنى للغنى يقصد بيها ده. وكان مثلا يقول لي مثلا خصوصا لو مغني او مغنيه جديده، انه ما يعملوش قفله قويه في الاخر، لان هو مش عايز يستعرض بليغ، هو بليغ معروف، هو عايز يبقى اخر حاجه المتلقي يسمعها صوت المطرب او المطربه. لان لو انت بعد ما المطرب او المطربه غنى يعني قفل غناه وانت جاي انت عامل قفله ملحميه، فبقت اخر حاجه انت سايبها للمستمع هي قفلتك الموسيقيه الملحميه وليس المغني الجديد او المغنيه الجديده اللي مفروض صوتها يوصل للمتلقي. اللي اقصده ان كان في الحته دي في يعني في بعض التفاصيل كده بياخد باله منها. وفي اعتقادي زي ما هرجع اقول، هي الغنى للغنى او البساطه بس العمق في كل الحاجات دي والصدق. يعني فعلا المتلقي، احنا دلوقتي حضرتك بنتكلم بعد 50 60 سنه صح، وفي الحقيقه لو بصينا وجربنا الامور هتلاقي ان المنافس للفنان مش زميله الفنان، المنافس للفنان الحقيقي هو التاريخ. لأن التاريخ عدو شرس، مش عدو يعني، غربال التاريخ واسع جدا، كل شويه يروح جاي. لو في مصطلح غربال عندكم اللي هو المنخل او الغربال، زي المسخ، يروح جاي مصفي كده تلاقي حاجات كتيره جدا وقعت، ويفضل بس اللي تنتقل من 10 سنين ل10 سنين ل10 سنين ل10 سنين. واعتقد ان بليغ بالحان كتيره جدا قدر يفضل محافظ. او يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان مثلا انا مثلا في الفيوم لسه كنت بتغدى من شويه، لقيت حد مشغل اغنيه ام كلثوم في المطعم اللي جنبي. ده اللي انا اقصده في الاخر. في الاخر هي المزيكا ايه؟ المزيكا الناس بتحب تسمعها يعني. فهي دي اللي اعتقد اللي هي فكره الاستمراريه، وكسب الرهان مع التاريخ. بالنسبه للالات، هو بليغ اصل هو اللي مذاكر كويس يقدر يكسر كويس، اللي مذاكر يقدر يرتجل،
ما يبقاش خايف، ما تبقاش ايده مرتعشه. فآه نجرب، اه اهلا وسهلا تعالى. في اغنيه ام كلثوم كمان جت بتلعب ربابات، اه ليه لا. في مثلا فات الميعاد بادي بنهايه تامه، يعني ام كلثوم باديه بنهايه، ايه ده؟ فاهم؟ تخيل انت اول مره تسمع ايه ده؟ فتيجي تقول له ايه يا بليغ ازاي؟ يقول لك ما الميعاد فات، يعني كله باست، الاغنيه كلها ماضي، لان هي في قالت الحدوته، فالاغنيه كلها فلاش باك، فهو بادي بالقفله فات بعدين هي تبتدي بقى ايه تحكي. فطبعا كان اكسبيرمنتال جامد جدا في المزيكا، زي ما ذكرت شيء من الخوف، زي ما ذكرت مع ففرادي، زي ما ذكرت الات كتيره، ساكسفون دخل الساكسفون، بيركاشنز معينه دخلها، ايقاعات غريبه جدا 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 دخلها. ليه لا؟ يعني هو كان بيقول ان السكوت معناه الموت في الحقيقه، يعني جت فتره كده السكوت معناه الموت، حتى لو الناس هتغني وتغني غلط او تعمل حاجه غلط هتصلح نفسها، لكن السكوت نقطه، سايلنس موت، بالذات فيما يعني المزيكا لو هي بنتكلم على الصوت. هل انا جاوبت على السؤال ولا؟ ايه اكيد استاذ تامر. استاذ تامر انا يعني استاذنك نروح للاستاذه ايمان، لان في ناس كثيرة ودهم يعرفون عن قصة حياة بليغ وبالأخص علاقته مع وردة الجزائرية، وأنا راح أرجع لك إن شاء الله تتكلم عن فقرة علاقة بليغ بالكويت. وأنا بحب أسلم على الأستاذة منى وعايزين نسمعك. تفضل أستاذة منى. أهلاً يا تامر، خبرينا عن حياة الفنان. أهلا بيكم وبرحب بكل الأشقاء في دولة الكويت. الحقيقة قصتي بدأت مع الموسيقار بليغ حمدي وأنا طفلة. والدي لاحظ إن أنا حافظة أغنية عالي للفنانة شادية وحافظة اللحن بتاعها كويس جدا، واكتشف إن أنا ودني موسيقية. فالحقيقة الموسيقار بليغ حمدي من وأنا طفلة لم أتجاوز 6 سنوات كان له الفضل إن والدي طلب من والدتي إنها تديني دروس في الموسيقى. وبعدين تصادف إن أنا قابلت الموسيقار بليغ حمدي وأنا طفلة في أسانسير مبنى الإذاعة والتلفزيون، إن والدتي كانت بتشتغل في الإذاعة المصرية، وسعدت جدا بلقائه وكأني قابلت يعني الموسيقى شخصيا مش ملحن، يعني لأني كنت متعلقة بألحانه وأنا طفلة. وزي ما قال تامر ابن أخوه، الحقيقة هي كانت ألحانه جمالها في بساطتها، يعني يمكن أي طفل ممكن يسمع لحن ودنه تحفظ اللحن ويبقى يعني فاميليار بالنسبة له. ويمكن ده أذكر هنا تعليق قاله الموسيقار محمد عبد الوهاب لما طلبوا منه يعلق على ألحان بليغ حمدي، فقال بتمتاز ألحانه إنها عشرية بتسكن القلب وبتحفظها الأذن للأبد، يعني من أول مرة الواحد بيسمع اللحن تاني مرة يقدر يردده بسهولة. الحقيقة يعني عشقي للفنان بليغ حمدي بدأ من وأنا طفلة، وفضلت أتتبع أخباره وتمنيت طول الوقت من ساعة لما قابلته وأنا طفلة إن أنا أقابله مرة تانية، وفضلت كل ما أروح مبنى الإذاعة والتلفزيون مع والدتي إن أنا أدور عليه وأتمنى إن أنا أقابله في طرقات المبنى أو يعني في إحدى الاستوديوهات يكون بيسجل حاجة. الحقيقة ما ساعدتش بكده، والوقت عدى وأنا طالبة في ثانوي سمعت خبر رحيله ووفاته، فبقى أملي إن أنا أقابل اللي عشروه أو عرفوه أو كانوا ملتصقين بيه. والحقيقة زي ما قدر ما يعني ما حققليش أمنية إن أنا أقابله مرة أخرى، وكان في ذهني أسئلة حاجات كتيرة عايزة أسأله عليها. وفي هذا الوقت كان عندي اعتقاد إن أنا يعني هبقى بيانيست وإن الموسيقى هتبقى يعني هي الكارير بتاعي. قدر عوضني بشكل آخر إن أنا على مدار سنين حياتي قابلت كثيرين من اللي عصروه وكانوا ملتصقين بيه وكانوا بمثابة الصندوق الأسود له، يعني الإعلام الكبير التونسي لطفي بحري، وده كان صديقه المقرب واللي فضلت صداقتهم مستمرية لغاية يعني نهاية حياة الموسيقار بليغ حمدي. سعدت طبعا إن أنا قابلت أستاذ تامر حمدي اللي هو كان زميله في الجامعة وابن أخوه، قابلت الفنانة وردة وسعدت بلقائها واتكلمنا عن زواجها ببليغ وقصة حبهم.
وجيت في مرحلة سمعت كل اللقاءات اللي اتعملت على الموسيقار بليغ حمدي، كل اللقاءات اللي الفنانة وردة الجزائرية اتكلمت عليه فيها، أغلب المقالات اللي كتبت عنه في حياته، قريت أغلب الكتب، وحسيت إن أنا مش كل الناس هيبقى عندها الوقت ان هم يتطرقوا بالشكل الـ يعني الاكاديمي او البحثي اللي انا يعني تطرقت ليه كل ما كتب عن الفنان بليغ حمدي. فحبيت اوفر عليهم هذا العناء واكتب زي حلقه او حلقتين على الفيسبوك بحكي فيها مين هو الموسيقار بليغ حمدي. احنا كلنا بنحب الحانه في الوطن العربي، كلنا من محبيه، لكن هل احنا عارفين قد ايه هو قام بين معاصريه؟ قد ايه الحانه زي ما تامر قال it stood the test of time، او تحدت عنصر الزمن اللي بيطمس حاجات كتيره جميله، الا ان مع الوقت وكان يعني الحانه من ذهب كل ما بيعدي الوقت بتنصهر وبتطلع اكثر نقاء وبتتميز بين اللي موجود على الساحه وبتفضل هي الباقيه. الحقيقة بدأت أكتب حلقة على الفيسبوك، فوجئت إن كل المتابعين على صفحتي كملي القصة، احكي لنا القصة. الحلقة انتهت إنها بقت 66 حلقة. في منتصف الطريق أرى الحلقات بكاتبة مصرية جميلة اسمها نور عبد المجيد، أعتقد برضو معروفة في الوطن العربي وليها أعمال كتيرة اتحولت إلى أعمال تلفزيونية ومسلسلات تلفزيونية. تبنت الكتاب وقالت لي كتاب جميل جدا، لانه اعتقد في الكتب اللي كتبت عن الموسيقار بليغ حمدي كانت بتحكي حدوته الملحن والموسيقار، لكن الحقيقه كتابي جمع ما بين حاجتين، حدوته الملحن اللي هي حدوته جميله جدا، ملحن متميز قوي، قامه كبيره جدا في الوطن العربي، وحدوته الانسان، لان حدوته الانسان بليغ حمدي لا تقل في الاهميه والدراما والعظمه بتاعه الملحن. الحقيقه الكتاب بتاعي ما هوش روايه، يعني ما فيهاش عنصر خيال يكاد يكون منعدم، هي مشاهد من حياته انا بسردها بتسلسل زمني في شكل حدوته عشان تجذب القارئ. وطبعا اكثر يعني العمود الفقري للكتاب هو أو الكتاب حتى بيبدأ باللحظة اللي هو التقى فيها بالفنانة وردة الجزائرية، لأن قصة حبها من القصص شديدة الرومانسية في الوطن العربي مش بس في مصر، ويمكن الرومانسية اللي فيها إن إحنا كلنا عشنا فيها، يعني ممكن يكون في فنانة وفنان ارتبطوا، لكن الحقيقة حب وزواج ولقاء وفراق وانفصال بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية كان مصدر إلهام لألحان كتيرة وأعمال فنية له إحنا استمتعنا بيها وعشنا معاهم فيها، فكأننا شركائهم في القصة، وعشان كده القصة ليها يعني معزة ومحبة في قلوبنا كلنا. مين فينا ما بيسمعش أغنية العيون السود لغاية دلوقتي وبيحبها وبيحب الدخول بتاعها المتميز الموسيقي والكلمات الجميلة للشاعر محمد حمزة والموسيقى الرائعة لهذا اللحن اللي يعني يمكن اتعمل دلوقتي عد عليه، اتعمل سنة 72، عد عليه فترة طويلة جدا، لكن حضرتك تسمعه يتهيأ لك إنه هو لسه معمول امبارح. يمكن اللحن ده لحن لموسيقار عظيم جدا ولحن جميل جدا، لكن جزء من اللي خلاه عاش صدق إحساس الملحن جدا، تفهم الكاتب للظرف اللي كانوا بيعيشوه فيه، وصوت الفنانة وردة الجزائرية وحبهم في الفترة دي اللي تلاه ارتباطهم وزواجهم بعد حوالي 9 سنوات فراق. الحقيقة قصة حبهم فيها محطات كتيرة وجميلة، فيها لقى في أوائل الستينيات، قصة حب، فراق وسفر الفنانة وردة الجزائرية إلى بلدها مرة أخرى بناء على رغبة أسرتها، زواجها، إنجابها الأطفال، ابتعادها عن الفن، انفصالها عن زوجها، عودتها للفن مرة تانية، لقائها ببليغ، عودة قصة حبهم، زواجهم، نجاح فني مبهر جدا وأعمال فنية كتيرة تعدت أكتر من 100 لحن. يعني الفنانة وردة كانت من أكتر الناس اللي فازوا بألحان الموسيقار بليغ حمدي بحكم أنها زوجته، يليها على طول في المحظوظين بألحانه الفنانة شادية اللي هي صديقته المقربة وجارته منذ الطفولة وكانت شخص عزيز عليه بمثابة أخت.
وكان بيصدق إن هي صوت مصر وهي الصوت المصري الأصيل يعني. والحقيقة برضو لما نيجي نتكلم عن علاقة بشكل سريع كده، علاقة الفنان بليغ حمدي بشادية، لازم نقول إن وجود الفنان بليغ حمدي في حياة الفنانة شادية حللها أزمة. هم تعاونوا مع بعض في الستينات، لكن في الفترة دي كان صوت الفنانة شادية رسم ملامح وشخصيته الموسيقار منير مراد اللي هو قدمها لنا في شكل الفنانة الشقية اللطيفة رنة الصوت الجميلة. إلا أنه هي في بداية السبعينات قررت شادية المطربة تتحدى شادية الممثلة وتوقفت على الغناء لمدة عامين، وأصبحت الأغاني القصيرة في الأفلام، لأن أفلامها يعني كانت توقفت في هذا الوقت، ما بقتش مناسبة ليها ولا المرحلة العمرية. فلما جت ترجع للغناء كان عندها إشكالية هترجع في شكل إيه. والحقيقة في الفترة دي ألحان بليغ حمدي واقتران تعاونهم مع بعض حللها المشكلة دي بأنه عملها مجموعة ألحان اللي منها يا حبيبتي يا مصر وعالي وخلاص مسافر ومجموعة أغاني كتيرة اللي هي ما هياش أغاني طويلة جدا، ولكن مش الأغاني القصيرة اللي كانت بتغنيها قبل كده. وبدأ يكتشف لمحة الشجن اللي في صوتها والنضج اللي كانت وصلت. لو هرجع تاني قصة حبه بالفنانة وردة الجزائرية، كان كنت شايفة أحد الأسئلة، أحد من السادة الحضور بيسأل هو فعلا نسي يوم فرحه؟ الحقيقة مع الأسف هو نسي يوم فرحه، ودي يعني كانت حاجة عملت أزمة، إلا إن هو كان عن غير قصد. هو زي ما قال تامر بليغ لما كان بينغمس في لحن كان عنصر الزمان والمكان بينتفي عنده، يعني ممكن يبقى قاعد وسط ناس وتجيله نغمة أو رتم في راسه فالناس تختفي وتتلاشى وما يبقاش شايفة. ممكن بقى يكتب على ورقة وصل نور، يكتب مرة يعني في قصة طريفة حد قالها أنه كتب على كم القميص بتاعه ما كانش يلاقي ورقة يكتب عليها. الحقيقة هو انغمس في لحن للفنان عبد الحليم حافظ، والأيام اختلطت عليه لأنه يعني انهمك في اللحن جامد جدا. وجي الفنان عبد الحليم حافظ من رحلة علاج في الخارج وكان ديبرست وكان حزين، فقال له أنا عايزك تسمعني، كان بيعمل له لحن حاول تفتكرني، عايزك تسمعني مقدمة اللحن، بس تعالى نروح في حتة بعيد شوية. طب فين الحتة دي؟ الحتة دي طلعت لبنان. هي بليغ سافر معاه معتقد انه احنا النهارده الثلاث وهو كان جوازه يوم الخميس، فاذا ان هو سافر يوم الاربع ويوم الخميس اكتشف ان هو في لبنان مش في القاهره، وده عمل ازمه. لكن يعني طبعا بعد توسط يعني مجموعه من الاصدقاء ويعني وان هم كانوا يعني لعبوا دور الوسيط، الفنانة وردة غفرت له حاجة زي كده لأنها يعني برضو كانت متفهمة شوية من ملامح شخصيته وأن ده طبعا عن غير قصد، وكانت فاهمة أنها حب عمره يعني. وفعلا تزوجوا في 73، وكتير من النقاد بيسموا فترة ارتباطهم ببعض فترة الوهج الفني ليهم هما الاثنين. يمكن الحقيقة هي أكتر للفنانة وردة الجزائرية لأن ده إعادة اكتشاف صوتها قدمها بشكل جديد. أعتقد إن الجزء اللي لحنه الموسيقار بليغ حمدي اللي هم قرابة 100 لحن للفنانة وردة، ألحان مسلسل أوراق الورد، ألحان فيلم آيا ليل يا زمن، بعض أغاني صوت الحب، حكايتي مع الزمان، مسرحية تمر حنة، بلاش تفارق، دندنة، وحشتوني، اسمعوني، كل الألحان الجميلة الكتيرة دي خلقت شخصية الفنانة وردة وقعدت اكتشافها. لو نفتكر صوت الفنانة وردة في الستينات هو صوت جميل في إحساس، لكن ما كانش بالبصمة بتاعته واضحة بين اللي موجودين. لكن إعادة تقديمها تاني بأغنية والله يا مصر زمان والعيون السود سنة 72 ده حط رجلين الفنانة وردة بثبات على الساحة الفنية في مصر، واللي كانت في هذا الوقت صاخبة جدا بأصوات جميلة زي الفنانة نجاة، الفنانة فايزة أحمد، طبعا كوكب الشرق أم كلثوم كانت موجودة، الفنان عبد الحليم حافظ. الحقيقة هي كانت دايما بتقول عليه إن هو كان الأمان وكان السند وكان نفس الهواء اللي استنشقته ورجعت به إلى الحياة الفنية مرة أخرى. الحب اللي جمعهم ده اترجم في ألحان جميلة احنا ما زلنا بنعيش يعني في هذه قصة الحب معاهم.
أجمل صفات قصة الحب دي أو أكتر سمة أنا تطرقت ليها لكتابي ولمستني أنا شخصيا وأنا بكتبه، هي إن قصة حبهم ما انتهتش بانفصالهم. من كلاسيكيات يعني العلاقات الإنسانية إن أحيانا كتيرة الزيجات بتنتهي بضغائن أو بحاجات زي كده، لا الحقيقة هم يمكن انفصالهم حتى ما كانش مقصود، جه في لحظة غلب فيها العناد والكبرياء، لكن بعد كده علاقتهم بقى فيها مودة وصداقة ويعني مواقف جميلة. من الموسيقار بليغ حمدي ألف لها أغنية من بين، لحن لها أغنية من بين ألوف، هي الحقيقة يعني غنت له هي بعد كده أغنية بودعك. طول الفترة اللي هو كان فيها بعيد عن مصر هي كانت بتطمن عليه. كان في صديقه الصحفي التونسي الإعلامي الكبير لطفي بحري كان لسه كاتب مقال في ذكراه بيقول يعني بعد سنوات كتيرة جدا من انفصالهم، لما كانت بتبقى عارفة إن أستاذ بليغ حمدي ضيف عندي في تونس، كانت بتقول لي وصيه ياكل كويس وتأكد إنه متغطي بالليل. فالحقيقة إنه يبقوا اتنين انفصلوا لكن مازال في يعني مشاعر الود والمحبة موجودة، دي حاجة يعني من أجمل الملامح بتاعة قصة حبهم، واللي أعتقد لسه عايشة في كل لحن كان فيه يعني كده صدى دقات قلب الموسيقار بليغ حمدي والحب اللي نقله صوت الفنانة وردة الجزائرية. شايفة أحد الحضور معانا بيسأل عن كتاب الكاتب طلال فيصل. الحقيقة هو الكتاب ده سبق كتابي، لكن هي القصة طبعا جميلة وكتاب ناجح جدا ومحقق مبيعات كتيرة. الكتاب ما كانش بس عن الموسيقار بليغ حمدي، هو عبارة عن شخصيتين، شخصية الكاتب مؤلف شخصية حد اسمه طلال شاب بيتعلم في فرنسا وبيعاني من قصة حب غير ناجحة مع فتاة فرنسية، والحقيقة عامل زي تبادل مواقف ما بين حياة هذا الشاب المعاصر وما بين حياة الفنان بليغ حمدي. فهو الكتاب اللي اسمه بليغ مش بالكامل بس قصة حياة بليغ حمدي، وأعتقد إن هي رواية ففيها عنصر الخيال شوية، لكن الكتاب بتاعي يعني أعتقد 99.9 من الأحداث كلها أحداث حقيقية في حياة الفنان بليغ حمدي، بيتم سردها بشكل روائي في شكل حدوتة. أعتقد هي كانت حدوتة لسه ما اتحكتش مين هو بليغ حمدي الإنسان. والحقيقة بليغ حمدي الإنسان، وده اللي يمكن ناس كتيرة ما تعرفهوش، في نفس قدر وعظمة وتفرد بليغ حمدي الملحن، إنسان طيب جدا سموه العبقري الطفل، إن كانت شخصيته في الطيبة والبراءة والقدرة على التسامح والنسيان كانت بنفس طريقة الأطفال. الكتاب بتاعي اسمه رسالة على نوتة موسيقية، وأحد الحضور بتسألني الكتاب اسمه إيه. الحقيقة أنا سميته كده لأنه وأنا بكتب الحلقات عن الموسيقار بليغ حمدي اكتشفت انه كان عنده طريقة لطيفة بيتواصل بيها مع اصدقائه اللي رحلوا عن عالمنا. هو بيرفض فكرة الموت وان الناس بيغيبوا بالموت، بيعتبرهم على سفر، واعتقد كانت الفلسفة دي بتهون عليه فراق يعني الاحبة وكده. وكان احيانا بيواسي نفسه بانه يكتب لهم جوابات لما يفتقد ان نفسه يتكلم معاهم، زي مثلا زميله الشاعر سيد مرسي او الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، كان بيقعد يكتب لهم جوابات يحكي لهم احداث حصلت في حياته بعد حلهم. فأنا الحلقات لما كنت بكتبها على الفيسبوك كنت مسميها رسالة من قبيل الصدفة، فانبسطت جدا إن أنا تواصلت مع الفنان بليغ حمدي بنفس الطريقة اللي كان بيتواصل بيها مع الأحبة اللي رحلوا عن عالمنا. بعد كده الحقيقة جات لي فرصة، وأستاذ تامر حمدي كان نشر في أحد ذكرى بليغ حمدي كروت كان بيرسلها الموسيقار بليغ حمدي لورده اثناء سنوات جوازه. محايا كروز يمكن عامله يعني قلق شويه لان السيدات كلهم لما عرفوها بقوا يطالبوا بيها. هو كان عنده عاده منذ اول يوم في جوازهم، كان وهو بينزل يروح المكتب يقضي وقت زي ما تامر قال عنده فكره اغنيه يفكر في لحن او كده، فكان اول ما يوصل للمكتب بيبعت بوكي ورد للفنانه ورده الجزائريه ويحط الكارت بتاعه عليه كلمه جميله عشان اول ما تصحى الصبح تبقى دي اول حاجه بتشوفها.
وانا بتفرج على مقتنياته واللي تامر نشر منها في احدى يعني سنوات الذكرى بتاعته، في كارت تقريبا ما لقاش الكارت اللي بيكتب عليه، كان قدامه نوتة موسيقية فقطع ورقة من النوتة الموسيقية دي وكتب الجملتين أو الكلام اللي بيحطه على الورد، وكتب للفنانة وردة الجزائرية: زوجتي وحب عمري، كل سنة وإنتي في أمل جديد، كل سنة وإنتي في نجاح، كل سنة وإنتي جنبي، بحبك بليغ حمدي. فالحقيقة عجبني جدا إن دي رسالة من محب إلى يعني زوجته أو يعني الست اللي بيعشقها مكتوبة على نوتة موسيقية، ومن هنا جاء اسم الكتاب. غير إن في الكتاب أنا تطرقت للأغاني والكواليس بتاعتها أو الظروف اللي اتولدت فيها، وأغلبها كان ليها علاقة برسائل مبطنة كان الفنان بليغ حمدي بيرسلها للفنانة وردة. يعني زي ما قال تامر مثلا: أغنية كل ليلة وكل يوم، يا ترى يا وحشني، بتفكر في مين، عامل ليه الشوق معاك، عامل فيك إيه الحنين. ده كان معنى التقطه الشاعر مأمون الشناوي لما كان عارف ان نسخار بليغ حمدي بيعاني من يعني ان الفنانه ورده رحلت الى الجزائر وغابت عنه، لما بلغته اخبار انها تزوجت واصبح ما عندوش امل ان هم يلتقوا تاني، كان في الدخول بتاع اغنيه بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. ودي الحقيقه اللي يمكن كوكب الشرق وام كلثوم خدت بالها وبدات تسال يعني ايه التاثر او ايه الشجن اللي في بليغ وهو بيلقنها في الرباط، فعرفت ان هو يعني بيعاني من قصه حب حكم عليها تقريبا بالاعدام، ما فيش فيها امل. فهزرت معاه وواسته قالت له: بليغ انت عاملني كوبري للبنت اللي انت بتحبها. ودي احد يعني الجمل الشهيره وال يعني القفشات لكوكب الشرق وام كلثوم معاه. وطبعا كتير جدا من الاغاني ليها علاقه بقصه حبهم. طبعا في اغنيه الحب اللي كان للفنانه مياده، دي طبعا اتكتبت في الاسابيع الاولى لانفصالهم، بعد انفصالهم بسنه جت برضو اغنيه الحب اللي كان دي الفنان بليغ حمدي هو اللي كاتب بكلماتها زي مجموعه اخرى من الكلمات من الاغاني. برضو اغنيه فاتت سنه دي كانت بمناسبة أنه عدى على انفصالهم سنة وما كانش فيه بينهم أي اتصال. طبعاً بتيجي على قمة الأغاني اللي كتبها بعد انفصاله عن الفنانة وردة، وكانت رسائل ليها أغنية أنا بعشقك اللي هي برضو من كلماته، واللي أعتقد أنه يعني اللي استفاد من انفصال الفنان بليغ حمدي عن الفنانة وردة الجزائرية بشكل غير مباشر، لأن هي تعرفت عليه بعد انفصالهم الفنانة مادة الحناوي، لأن معاناته بعد الانفصال أنتجت مجموعة ألحان كانت من نصيبها وكتبت شهادة ميلادها الفنية واستحقت بيها أنها تاخد لقب مطربة الجيل. أرجو أن أنا يعني أكون وضحت، وفي انتظار الأسئلة. شكراً شكراً أستاذة منى، أنت جاوبتي على الأسئلة كما هي موجودة في وقتها يعني أنا لاحظت، وأي سؤال ثاني طبعاً تقدرون تسألونه للأستاذة أو الأستاذ تامر. أستاذ تامر أنا بتحول لك بعد إذنك، لأن بس لازم أشيل الميوت. شكراً أستاذة منى. أنا الصوت عندي مش طالع، سامعيني؟ عفواً إيه عفواً. أستاذ تامر، أنت قلت لي راح تكلمني عن بليغ حمدي وعلاقته في الكويت، فودي أعرف من عندك شنو تبحث بالموضوع، حاب أعرف منك شنو توصلت له. كذلك في أنا فايل بعثة في أغنية إلى ميادة كتبها على نوتة في شيراتون الكويت، هذا صحيح؟ هذه الورقة الموجودة صحيحة المعلومة صحيح. اللي فيها وهي موجودة ومصورة وأنا بعتها بالفايل. تفضل. إيه تفضل. أنا اللي لما ذكرت لحضرتك في البداية على البليغ حمدي دوت كوم، ده كانت من دي كانت أنا بعشقك، وكان بيكتب الكلمات، وحتى
في بعض الكلام متغير عن ما غنى، يعني عارف الدرافت الاولاني بيبقى في بعض الكلام. انا مصور شيراتون الكويت فعلا متصوره من الفندق وبخط ايده وبيشطب. هو كان دايما عنده طريقه كده يقعد يكتب كده ويحط الملحوظات فدي كانت في دوله الكويت. في الحقيقه هو زار الكويت كتير جدا يعني، وفي انا لما عملت سيرش في الانترنت عمل حديث مهم مع الصحفي اللي هو صحفي سنه 71 كان حتى الابيض واسود، وعملوا لقاء ظريف جدا. بعد كده راح زارها سنه 75، دي الرسميات طبعا، بس غير كده طبعا كان راح الكويت كتير جدا. وطبعا مشهوره قوي اللي هي في مسرح الاندلس لما في العيد القومي 82 غنى انساك وسارقين النور. وفي الحقيقه يعني بليغ مقل جدا 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 في الغناء على المسرح، يعني ممكن يبقى في جلسه ما يغني بصوره وديه، لكن انه يغني على المسرح يعني العزيز يعملها للعزيز القوي، يعني عملها لورده في الجزائر لما غنى الحب كله، وعملها في الكويت، وعملها يعني مقل جدا. حتى دلوقتي على النت ما بتلاقيش حفله كامله لبليغ، فده يدل يوري مدى المعزه ومدى الحب اللي كان بيكنه للكويت يعني. ومثلا دي طبعا في الحاجات الغير رسميه، كان في زياره في الكويت فكاتب مثلا اللي هي اللي بخط ايده على شيراتون الكويت، فاللاعنين كان دايما بليغ يعني بيعز عنده معزه خاصه للكويت. ولما سمع في المناسبه في الانترفيو ده سمع رد السلام او اغنيه لعفاف راضي من مغنيه شابه كويتيه، وبليغ علق، كان المذيع مش متذكر اسم المذيع، راجل عظيم يعني من الرواد الاعلامي. اللي عارف يقدر يكتب بالشات، اللي عارف اعتقد يمكن محمد الخالدي، انت يمكن اكيد عندك المعلومه، اذا عارفها تكتبها بالشات. لا يعني بس اللي اقصده ان كان يمكن اتقالت عبد الله المحيلان. ايوه بالظبط 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 بالظبط، كان حديث شيق كده ومن القلب واسئله جميله. وعلى سبيل المثال كانت اللي هو تبني الاصوات الجديده، واتكلم على في ذاك الوقت يعني المطربين الكويته، وكان مبسوط قوي على علق على العنصر النسائي في الغناء، ان كان ساعتها معظم المغنيين السوبر ستارز يعني في الكويت من الرجال، فكان برضو نفسه يسمع صوت غنائي نسائي. فاللي اقصده ان ده كان دايما يعني وفي الحقيقه هو بليغ بتاع كل الوطن العربي يعني، مش بتاع مصر بس يعني، هو مسموع والثقافه من هنا ومن هنا احنا بنسمع بعض. انا بس عايز اعلق على نقطه، انا كتبت ملحوظه تكملة لشخصية بليغ، لأن هي برضو جزء لا يتجزأ. هو بليغ بالنسبة يعني بليغ كان أكتر من أكتر الملحنين اللي بيعمل أعمال، ومن أكتر الملحنين بالتالي اللي بياخد أجر، بس من أكتر الملحنين اللي على طول مفلس، يعني معادلة عجيبة، أكتر واحد بيعمل فلوس وعلى طول مفلس. وفي الحقيقة دي جزء من شخصية بليغ، إن شخصية بليغ ما كانش بيتعلق بالأشياء، يعني ما كانش مش بس المادة، ما بيتعلقش بالأشياء، يعني بالنسبة له الأشياء دي وسيلة مش غاية، وهكذا الفلوس، كل الحاجات دي تفصيلة، عربية معينة تفصيلة، بيت ملك تفصيلة، يعني عمره ما تشبس بالأشياء وبالممتلكات. كان يعني زي الوالي كده عايش في ملكوت الله، يجي له يصرف، عارف انه هيجي له تاني لانه دايما في حاله دقابه على العمل وكده. فدي كانت يعني مهمه لشخصيه بليغ، وكان محتاط جدا يعني، كان في الحقيقه يعني بجانب طبعا شهادتي مجروحه يعني ان هتكلم على انه كريم وكده، بس ما اقصدش كده، بقصده ان في احيان كتيره كان بخصوصا لما يصدق صوت جديد او يتبنى، دي كلمه كبيره قوي، بس يصدق صوت جديد او يبقى حاسس ان الشخص ده حقيقي محتاج يتزق الزقه، او لو بايده ان بس مجرد كده. ففي احيان كتيره مع ناس في بدايه حياتهم كان بيعملوا بحب من دون مقابل، في سبيل ان هذا الشخص او هذه الشخص يعني الانسانه تستاهل ان يبقى في يعني كلنا بنساعد بعض، وتستاهل ان يحصل المعادله دي. بس يعني دي كانت نقطه حابب ازودها،
ولو في أي أسئلة في أنا أي تحت أسئلة أمركم. دائما دائما اللي عنده سؤال يقدر يتفضل، وكذلك الأستاذة منى إذا عندك شيء تبي تضيفينه تقدرين تفضلين بأي وقت. ممكن على النقطة الأخيرة اللي قالها تامر، تفضل. اللي هي شخصية بليغ حمدي الإنسان اللي بعضنا يعني يجهلها. في مواقف كتيرة جدا يمكن وأنا يعني بدور في حياته، هو كم حب غير طبيعي، إنسان محب جدا، ما عندوش وقت إنه يكره حد، لدرجة إنه في نماذج في تصرفاته كان فيها إحسان لمن أساءوا إليه. يعني احد مثلا المواقف انه لما قدموا الفنان عبد الحليم حافظ في لحن مداح القمر، فقدموا باللقب اللي اطلقوا عليه الشاعر كامل الشناوي، واللي كان شايف فيه امل مصر في الموسيقى أمل منذ مصر. الستينات. فالحقيقه ده عمل ضجه بين الملحنين في هذا الوقت، والبعض اصاب بضيق يعني انه ازاي عبد الحليم يقدمه ويقول امل مصر في الموسيقى كده، يبقى تجاهل الاخرين. فما كان من الملحن محمود الشريف كتب نقد لاذع للاغنيه وقال ان اللحن بتاعها هزيل، والحقيقه طبعا دي مش حقيقه يعني. وبعدين بعد شهرين اكتشف بليغ حمدي ان الفنان محمود الشريف اختفى من الاجواء وما بقاش يشوفه، فقالوا له الحقيقه يعني ان هو يعني مريض وبيمر بضائقه ماديه وكده. فبليغ صاره وادعى انه الفنانه ورده الجزائريه يعني زهقت من الحانه، وساب له عربون الحان يعملها للفنانه ورده الجزائريه، وعمره ما رجع ياخد الالحان دي. ودي كانت طريقه بيساعد بيها الرجل يعني بدون ان يريق ماء وجهه يعني. فكان عنده قدره انه حتى يحسن للي اساءوا ليه. في سؤال بيسال عن سنوات الغربه في حياه بليغ حمدي. الحقيقه في احد المانشيتات اللي نزلت او العناوين عند وفاه بليغ، الحقيقه يعني كانت زي كده سكين اتغرس في قلبي وانا بكتب عنه. كان مكتوب ان بليغ لحن قتلته الغربه. بليغ كان عايش يعني عاشق لأرض مصر والوطن، بلدان الوطن العربي كلها، فخروجه بره الوطن العربي وبره مصر وسنوات الغربة أعتقد أثرت عليه جدا وأثرت على ألحانه، وكانت سنوات صعبة جدا وهو أسماها سنوات المنفى. لكن في الصدد ده أحب أقول إنه يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى لأنه اسمه الحق ما أردش إنه يرحل عن عالمنا وهو شايل على كتافه عبء يعني ذنب أو جرم لم يرتكبه، أنصفه القضاء المصري ومحكمة النقض وأسقطت عنه أي تهمة كانت متوجهة إليه يعني. فده ردي على سنوات الغربة، إنها كانت سنوات تعيسة جدا. نعم، شكرا على التوضيح أستاذة منى. أستاذ تامر والأستاذة منى كذلك، في سؤال أنا نسيت الأستاذ إبراهيم. تفاصيل أغنية حكم علينا الهوى، وهو يشوف انها قريبه جدا من الحان بليغ حمدي لورده، وهي اخر اغنيه سجلت للسيده ام كلثوم، فلو تعطونا يعني باك جراوند عن خلفيه عن هذه الاغنيه حكم علينا الهوى. الحقيقه زي ما اي واحد فيكم، اي شخص، اي استاذ من تفضل يا استاذ من. طيب اعتقد ان حكم علينا الهوى هي احد المحاولات بتاعه الموسيقار بليغ حمدي مع الفنانه مع سيده كوكب الشرق ام كلثوم. والحقيقه اللي انا قريته عنها ان هو كان عايز يديها سمه مختلفه وتبقى تجربه جديده، واتفق مع الشاعر عبد الوهاب محمد اللي كان برضو اول شاعر عمل معاه اغنيه لكوكب الشرق ام كلثوم اللي هي حب ايه. فيعني من قبيل الصوت هم الشاعر والملحن اللي بدأوا أول أغنية من ألحان بليغ وانتهوا برضو في آخر أغنية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. وهو كان فكره إن هو عايز يعملها مجموعة أمثال شعبية، فهنلاقي إن الكلمات بتاعتها السعد وعد يا عين والاسم نظرة عين حكم علينا الهوى كلها كانت جميلة وجديدة. يمكن الأغنية دي وأغنية تانية أعتقد اللي هي فات الميعاد، الاتنين دول برغم عظمتهم إلا إن هم اتظلموا نسبياً، لأن واحدة فيهم جت بعديها على طول حرب 67 أو نكسة 67، فما يعني ما اتذاعتش ما فيه كفاية. حكم علينا الهوى ما كتب لهاش إنها تتغنى على المسرح، فما أخدتش نصيبها من النجاح اللائق بيها.
لكن قد تكون يعني من احد الحاجات اللطيفه او نتذكرها ان اخر لحن للهرم الرابع في الوطن العربي اللي هي كوكب الشرق ام كلثوم كان لحن للموسيقار بليغ حمدي. والحقيقه برضو لما هذكر تعاون بليغ حمدي مع كوكب الشرق ام كلثوم اقول ان منذ لقائهم سنة 60 تقريبا ما كانش فيه موسم غنائي لكوكب الشرق وأم كلثوم ما غنتش فيه أغنية موسيقار بليغ حمدي، لو ما كانتش أغنية جديدة تبقى أحد ألحان اللي عملها لها. أنا عايز كذلك أقول نقطة، اتفضل اتفضل. بس قبل ما ننتقل، حكم علينا الهوا، حكم علينا الهوا يعني في الحقيقة لما كانت ابتدت البروفات بتاعت حكم علينا الهوا، كانت يعني صحة السيدة أم كلثوم ابتدت يعني تتعب شوية، وبليغ غير كذا مرة اللحن علشان يقدر يتواكب مع التغييرات اللي كانت بتحصل في صوت ام كلثوم، وعندنا الصوت الاستوديو يعني بتاع التسجيل ده، ولكن دي كانت فعلا بدايه يعني مرض او يعني وعكه للسيده ام كلثوم، وغير كتير في اللحن فيما يراقب الطبقه بتاعت الصوت بتاعتها، يعني اضافه للي قالته الاستاذ. أستاذتي أنا عندي سؤال، أكو أغنية لبليغ حمدي مع أم كلثوم يعني فيها نوع من يعني فيها نوع من الاختلاف عن جميع أغاني بليغ إلى أم كلثوم، وكذلك فيها نوع من الاختلاف مع عموم الأغاني الكلثومية اللي هي أنا وأنت ظلمنا الحب. وأنا قرأت إن الجمهور كان يعني مستغرب من الأغنية، فيها نوع من فقدان الأمل والكآبة، وهو مو متوقع هذا من أم كلثوم، ولكن على فكرة هي الأغنية في قمة الروعة بنظري يعني الخاص. فلو تتكلم عنها، لو تتفضل أستاذ تتكلم عنها قبل لا أروح حق أسئلة الجمهور. الأغنية دي على المستوى الشخصي أنا بحبها جدا، وأنا كذلك. عبد الوهاب محمد بصراحة كاتب كلام فظيع، وقد إيه البساطة، يعني في البساطة، في البساطة والعمق في الكلام اللي كاتبه، بتاعت فكرة اللي الاتنين بيحبوا بعض، وإن إزاي العند ويبتدي يحصل ده. بليغ بقى قادر يجسد الأحاسيس في الأغنية دي بطريقة مدهشة، يعني مثلا في حتة وكان الحب بينا كبير صغر لما ابتدينا، يعني شوف علاقة اللحن بيجسد الكبر والصغر في اللحن، كان الحب بينا كبير صغر لما ابتدينا نغير، بعدين يروح جاي داخل بالكمانجات اللي هي بتعمل تفعيلة الصراع وبردة نار، وادي تبتدي الكمانجات تدخل وتعمل الصراع، يعني حقيقي يعني هي في الاخر هي مش اليأس، ولكن هي رسالة ان خدوا بالكم، يعني انا في الحقيقة مش شايفها انها خدوا بالكم، لان الكبر في الحب والعند في الحب ممكن يخلي اتنين كانوا وراحوا من نقطة ألف لنقطة ب. أنا انا على شايفها سؤالي تفاعلية. ردة فعل الجمهور لها كان فيها نوع من الاستغراب يعني؟ يعني ما اعرفش، يمكن ما عنديش فكره، ما عشان بس ابقى يعني صادق في ولكن في اعتقادي هي بس فكره اللي هي ان الحب مش يعني بليغ مثلا، هقول لحضرتك على حاجه، لما جاله الكلام بتاعت الاغنيه بتاعت مش هرحم عينيك مش عارف ايه، في اغنيه كده غنتها ام كلثوم لو متذكرة الكلام، تبكي مش هرجع أيوة. إليك، وتشكي مش لا لا هرجع. ما اقدرش الحن، انا مش شايف يعني ما حسش يعني ده مش حب بالنسبه له، يعني ما مش مفروض يبقى فيه اللي هي الغضاضه دي، فاللي اقصده ان هو يعني لازم يقتنع باللي بيقراه ويحسه عشان يقدر يلحن. هي حسيبك للزمن. نعم، في أسئلة وايد تحت، إذا أنتم تبون تقرونها أو تبوني أنا أقراها. مثلا فمش شايف الأسئلة، لو حضرتك ممكن تقول لي في أي الشات سؤال. أنا تضغط مور شات، أنا راح أقول لك بعض الأسئلة. أغنية فاتت سنة، الكوبليه قبل الأخير لا يوجد له أثر بأي حفلة إلا في التسجيل الأصلي،
حبيناها بعده عنا، هل هذا لأسباب فنية أم ماذا؟ وكذلك حديث عن علاقته بعباد الجوهر، هذا سؤال وايد دقيق جدا يعني، أتوقع يمكن ما أدري هل علاقته بعباد الجوهر الفنان السعودي، وكذلك طلال مداح الفنان السعودي، ومحمد عبده كذلك. صحيح صحيح صحيح. إذا أنت أو الأستاذة منى بتتكلم عن علاقاته مع الفنانين خارج مصر، تفضلي يا أستاذة منى. الحقيقة أعتقد الحنبلي حمدي ما كانتش مقصورة على الأصوات المصرية بس، هو كان بيشوف نفسه فنان عربي، فهنلاقيه أجمل ألحان الفنانة صباح، جاني وطلب السماح، زي العسل على قلبي هواه، كل حب وانت طيب، مجموعة يعني مجموعة من أجمل أغاني الفنانة صباح، واللي باقية لغاية دلوقتي هنلاقيه تعاون مع الفنان فهد بلان، يعني أعتقد في السبعينات كانت واحدة من أشهر الأغاني أغنية على كفي، وطبعا تعاون مع الفنان محمد عبده، هو كان أي صوت جميل بيلتقطه. والحقيقة لازم برضو نقول هنا إن هو كان عنده قدرة إنه يكتشف أجمل مساحة في صوت المطرب، والكلمة الدارجة جدا اللي أنا سمعتها وأنا بسمع أحاديث عنه، إن لو سألت أي فنان هيقولك بليغ أكتر حد اكتشف مساحة صوتي وقدرته وعمل لحن يعني تفصيل على صوتي. ولو هناخد نموذج لكده هنقول إن بليغ حمدي اللي في أواخر السبعينات لما بدأت الأغاني اللي سموها الأغاني السريعة أو الشبابية، اللي عمل أغنية بنعومة ورقة على قد ما حبينا للفنان علي الحجار وأنتج له الشريط بتاع الأغنية دي، هو برضو اللي عمل أغنية لمحمد منير اللي هي أشكي لمين وأحكي لمين، اللي هي شبه صوت منير جدا، يمكن أغنية دي غناها أكتر من صوت زي الفنان محمد حلو. بعدين يعني هنلاقي إن اللحن شبه المطرب جدا، وزي ما أي تامر يعني لما جه لحن الفنان عفاف راضي كان تحفظ الملحنين عليها في زمانها إن هي صوتها أوبرالي، وده كان سبب إن هم رفضوها وتوقعوا لها الفشل. الحقيقة بليغ آمن بيها ويعني وقف جنبها جامد جدا، ولما جه لحن لها ما أفقدهاش السمة الأساسية في صوتها، يعني لو اللي هيسمع رده السلام هيلاقي ان فيها جمل كتيره افسح المجال لصوت الفنان عفاف راضي انه يدي الجزء الاوبرالي ده، فهو استخدمه مش نفاه ولا ريجكتد زي ما بقيت الملحنين كانوا قايلين وشايفين يعني. والحقيقه برضو لازم اذكر انها فضلت تلمسته النجيبه وتلمسته الوفيه، ويعني من الناس اللي كانوا يعني على صداقة لغاية آخر لحظات حياة الفنان بليغ حمدي، وكان بيعتز إنها تلمسته يعني واكتشافه. في سؤال كذلك، هل حاول بليغ إكمال مشروع وردة الغنائي مع ميادة؟ يعني هل انتقاله إلى ميادة؟ شنو علاقته مع ميادة؟ وهو اللي يعني أظهرها أعتقد للساحة الغنائية، أو أنا غلطان؟ شنو علاقته مع ميادة، وهل علاقته هل هي ردة فعل على وردة؟ هذا محور سؤال يعني. في الحقيقة لا، هل وجد طلته في صوت ميادة؟ الحقيقة الفنانة ميادة الحناوي كانت جات لمصر وهي شاب عندها 17 سنة، واكتشافها الأول كان الاكتشاف يعني أول حد خالص كان الموسيقار محمد عبد الوهاب، سمع صوتها في بلودان في سوريا وطلب منها أنها تنزل مصر، وفعلا كان بدأ يحاول أن هو يقدمها وكده، إلا أنها لظروف ما أو خاصة اضطرت أنها تغادر مصر وفضلت في سوريا. بعد انفصال الفنان بليغ حمدي عن المطربة وردة الجزائرية، هو قضى فترة بيتنقل بين بلدان الوطن العربي، كان منهم فترة كان موجود فيها في سوريا. فالحقيقة بما ان في الوقت ده ميادة الحناوي ما كانش يعني بتقدر تنزل مصر في هذا الوقت، فاعاد اكتشاف صوتها وكتبت شهادتها الميلادية الحقيقية مع لحن اللي هو اتعمل يوم او يعني بمناسبة انفصالهم اللي هو الحب اللي كان، ودي كانت شهادة ميلادها الفنية. الحقيقة عقب ده حوالي 6 ألحان منهم فاتت سنة، في تاني أنا بعشقك،
مجموعة أغاني، حوالي 6 ألحان اتعملوا للفنانة ميادة الحناوي، لأن هو كان في الوقت ده أغلب إقامته في سوريا، يعني كان بيروح كده رحلات مكوكية لأبو ظبي، القاهرة، يرجع تاني. لكن هو قعد تقريبا قرابة 3 سنوات الجزء الأكبر من إقامته كان في سوريا، وبالتالي كان مخصص أغلب ألحانه للصوت اللي كان متواجد هناك. يمكن تامر يحب يضيف حاجة في النقطة دي. تفضل أستاذ تامر إذا عندك أي إضافة. أنا عايز فيما يخص بليغ تحديدا، يعني هنلاقي إن بليغ هو عايز يعمل فن، عايز يعمل مزيكا. الأحاسيس جزء من الـ من الـ من الـ يعني هي الذخيرة أو الوقود بتاع الموضوع ده. فمثلا لما حصل الفراق ما بين أو الطلاق ما بين بليغ وردة، فبليغ مش متوقف، هو بليغ هيلحن، ففي بديل. يعني هي الأصوات بالنسبة لبليغ هي وسيلة للتعبير، فهو هيعبر بعلان أو يعني في حد هيعبر بيه. ففي اعتقادي ان يعني في ناس بتقول ان بليغ بقى انكسر وي وي وي، لا، بليغ كل الالحان دي كان ممكن تبقى من بتاعت ورده، ما بقتش بتاعت ورده، بقت بتاعت مياده. اغاني كسرت الدنيا، بقت يعني الاغاني التاكسي عندنا مثلا في مصر تمشي في كل حته، في شريط نزل اول شريط اللي هي فاتت سنه شغاله مياده. اللي اقصده في الاخر ان بليغ جاي يلحن، اهلا وسهلا، هتركب معانا العربيه نعمل حاجه مع بعض ولا غيرك يركب؟ حصل كده مع عبد الحليم، حصل كده. ممكن تبقى بنفس مواصفات ورده بتعوض فكره الصوت ده بنفس المواصفات، بس في الاخر في لحن هيتعمل وهيتغنى بورده او من غير ورده. البديل كانت مياده، واعتقد احنا يعني سمعنا الحان جامده جدا من الأستاذة ميادة في العلاقة دي، لأن في الآخر ده الحالة النفسية دي هتطلع. الحب ممكن يطلع فن، الحزن ممكن يطلع فن، الفراق ممكن يطلع فن، بس هيطلع فن يعني من بليغ. يعني ده اللي أنا أقصده، العنصر المحرك للأحداث هي إنه عايز يعمل مزيكا. في سؤال عن تعاون بليغ مع الشاعر الكويتي فائق عبد الجليل، ما هي تفاصيله؟ للأسف لم يكتمل التعاون، ما أدري إذا عندك معلومة عنه. أسف. هو الشاعر الشهير، والله أنا نفسي في الحقيقة، أنا نفسي مطلبين في الحقيقة عامة، يعني نفسي إن مش بس مع بليغ، مع كل الفنانين العرب، إن يبقى في زي مكان ما كده تتحط فيه كل المعلومات، ويبتدي يبقى فيه زي وتوفق. يعني أنا من حد وحد تاني يبقى عنده معلومة، وحد يبقى عنده تسجيل، وفي الآخر ده للتراث العربي. بس نعم، فأنا يعني أرجو لأي حد من المستمعين أو حد يوصل لحد الرسالة، إن لو أي حاجة كلنا نقدر نحط. وبرضو أنا في نفس الوقت إن شاء الله لما أزور الكويت إن شاء الله وأزور المركز إن شاء الله يكون في نوتة يعني مخصوصة من بليغ للمكان الجميل ده تتحط باسمه، يعني ده يشرفنا. شكرا شكرا. هو في نوتة يعني بخط بليغ حمدي احنا نتشرف فيها انه يكون مهداد للمركز ان شاء الله بعد هذه الجائحة. ان شاء الله نشوفك بالكويت ونشوفك عندنا انت والاستاذة منى البكري. انا احب اشكركم في هذا اللقاء، الصراحة الحديث شيق جدا، ومثل ما انا بالبداية قريت اسماء يعني عددت الاغاني الخالدة لبليغ حمدي، الواحد لازم يرجع ويتذكر نفسه بهذا الكم ما شاء الله، والسلسلة من الأغاني الخالدة. الشخص يستغرب أن كلها خرجت من شخص واحد، ويعني نوعا ما كان شاب، في عدد كبير منها كان سنه صغير جدا، فالواحد ينبهر من هذه الموهبة. عبقري الموسيقى العربية الصراحة، يعني هو حالة عبقرية أنا أعتبره. وأنت قلت الهاتف، يمكن هذه أفضل كلمة تصف فيها يعني الحالة اللي هي حالة بليغ حمدي وما يصل إليه من ألحان. شكرا شكرا أستاذي العزيز أستاذ تامر ابن أخ الراحل الكبير الموسيقار بليغ حمدي، وشكرا أستاذة منى البكري. وإن شاء الله مثل ما أنت قلت وأنا
كذلك أن راح نشوفك إن شاء الله بالكويت، نتشرف ندعوك إلى الكويت إن شاء الله وإلى المركز، ونتشرف فيكم. وتفضلوا إذا تبي تقولون كلمة للجمهور، آخر كلمة. بشكر حضرتك جدا 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 على المجهود وعلى يعني كل حاجة، وبشكر الأستاذ محمد الخالدي برضو أنه قدر يوصل وصلنا ببعض، وبشكر المركز وبشكر المستمعين يعني. ودايما زي ما بقول تاني لازم يحصل بينا تواصل، لازم نقدر نوصل الأفكار، لازم نزود المعلومات عن كل الفنانين العرب، ويبقى فيه التراث العربي ده مهم جدا لينا والأجيال اللي بعد كده، عشان نقدر دايما نبقى محافظين على هويتنا العربية. بشكركم ونتقابل إن شاء الله على خير دائما يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذة منى، الحقيقة بشكركم جدا جدا على يعني الحلقة الممتعة ديت، وإن إحنا بنتكلم في سيرة فنان عظيم. وهضيف على اللي تامر قاله، أتمنى إن يتم توثيق لتراثنا الموسيقي العربي. الحقيقة أنا كنت في أحد السفريات في إنجلترا، ففوجئت إن حد بيسألني عن الموسيقار بليغ حمدي، فسألته يعني حضرتك تعرف بليغ حمدي في لندن، حضرتك مش عربي؟ قال لي لا، إحنا إنجليز، ولكن في المعاهد الموسيقية عندنا كورس اسمه أعماق الموسيقى غير التقليدية، أو Depth of Non-Traditional Music. الموسيقى دي هي موسيقى الملحن العربي بليغ حمدي، ويعني يبختكوا بيه. فالحقيقة جالي غيرة شديدة جدا أن ألحان بليغ حمدي بيتم تحليلها وتدرسها في إنجلترا، بينما أن إحنا ما عندناش توثيق لموسيقانا وألحاننا، والألحان دي اتعملت إمتى، وكانت بالتعاون إيه، وكانت كواليسها إيه. وأتمنى أن كل يوم يخرج كتاب يوثق حياة فنان عربي، بالذات يعني لو قامة كبيرة زي الفنان بليغ حمدي. بشكركم وكل سنة وانتم طيبين. شكرا، شكرا لكم أساتذتي، وشكرا للحضور، وإن شاء الله لنا تواصل إن شاء الله على أرض الكويت إن شاء الله. وأنتم مساء جميعا مع السلامة.